السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 11. في هذا الدرس سوف نتحدث عن بعض الاستراتيجيات المهمة في بناء الكومبلكس أوبجكت. مش لازم عشان نبني كومبلكس أوبجكت أو رسمة معقدة فلازم نبدأ بكل التفاصيل. احنا بنبدأ بأبسط التفاصيل وهي الكيرفز، ثم بعد ذلك بننتهي إلى الأوبجكت المعقد أو الأوبجكت المعين. طيب، إذن الأولاً في بعض النقاط نتحدث عنها. أولاً start with sketch. قبل ما نبدأ الرسم على الرينو، فأولاً لازم يكون في يعني الأفضل يكون في sketch بالقلم الرصاص وليكن. بعد كده كل شيء فيه سيمتري، السيارة فيها سيمتري، أي يعني 90% من الأشياء الموجودة في الطبيعة فيها سيمتري. أولاً بنبدأ bigger then trim back. بنبدأ سوليد وبعد كده بنعمل سبليت أو تريم. انترسكشن تكنيك هنقوم بشرحها في الدرس. احنا دلوقتي عندنا بعض كيرفز أو منحنيات، فهنشوف ازاي هنبدأ برسم هذه المنحنيات. احنا في عندنا هنا هذا السيرفس، جوين، بعد كده جوين، ثم هيكون في اكسترود كيرف بوث سايدز. نفس الموضوع بوث سايدز. كان ممكن نختار الاثنين كيرفز ومره واحده اكسترو كيرفز ستريت بوث سايدز. مش لازم يكون بالظبط على نفس المستوى، احنا ممكن نبدا اعلى، مفيش اي مشكله. من الوير فريم نخليه شيدد افضل، ثم هذا الكيرف نفس الموضوع سيرفيس اكسترود كيرفز ستريت. خلينا نعمل ثم من سيرفيس اكسترود كيرف ستريت بوث سايدز. طيب الموضوع كالتالي، هنختار سبليت كاتنج اوبجكتس، مظبوط. هنختار الاثنين كيرفز ثم سبليت جميع هذه الأشياء كاتنج أوبجكتس، ثم نبدأ مرحلة الديليت. فيظهر عندنا أوبجكت بهذا الشكل. هل هو ده سيرفس ولكن اثنين؟ فنعمل لهم اختيار ثم جوين، فأصبح عندنا كرييتنج ميشز وثلاثة سيرفس تم اختيارهم. طيب في عندنا فتحة في هنا، فنختار من السوليد اكسترود بلانر كيرف ستريت، من السيرفس او من السوليد بوليان سيرفس. هنختار اولا هذا ده الاساسي، ده الفرعي. اذا اصبح عندنا هذا الشكل، يبقى اذا احنا عملنا شكل معقد من فقط بعض الكيرفز. يبقى الموضوع بسيط جدا، اولا بيعمل السيرفس ثم بسبليت، وبعد ذلك استخدمنا السوليد وثم ديليت انبوت. أتمنى يكون الدرس واضح، وإلى اللقاء في الدرس القادم.